عايزه نعمل طبق الكريسماس بالفاصوليا، الوانه حلوه بس هو ينفع طبعا سلطه عاديه جدا. هنحتاج في المقادير بتاعتنا فاصوليا خضراء، رمان، سمسم، عندي فول سوداني ما يكونش مملح، صويا صوص، زيت زيتون، ملح، وكشمش للتزيين، بس لا اقل ولا اكتر. طبق سهل جدا، نعمل الدريسنج مع بعض. اهو عملت الدريسنج بتاعي بالشكل ده. هاخد السمسم. السمسم مهم جدا في الوصفه دي على فكره، ضروري جدا نعملها بالشكل ده. اهو كده الدريسنج بتاعي جاهز. دقوها وهتفتكروني انا بتكلم في ايه، يعني هتفتكروا انا بقول ايه. الفاصوليا طبعا ببقى سلقاها، بخليها طويله، بقصقصها صغير، انا اللي بتحكم في ده براحتي على الاخر. ناخد سباتولا ونعمل ايه، نبتدي نقلب في الحاجات دي كلها. اهو طيب حطيت هنا انا الفاصوليا بتاعتي، الفاصوليا طبعا مسلوقه، مسلوقه حلو جدا كمان اهو. طبعا انتوا عارفين السلق بتاعها ما بياخدش حوالي 17 دقيقه، تبقى معانا جاهزه وحلوه جدا. حلا يا حلا، اهلا وسهلا. ازيك يا سيف؟ ازيك يا روح زوزو؟ انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي 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 قوي. انا عايزاكي تعملي لي كب كيك ودونالد. ده يا سلام، ده انت هتتبرعي كيف ما كنقولوا في المغرب. هيعجبك جدا الوصفات اليومين دول ان شاء الله من هنا للحد. على فكره تعالوا قبل ما اكمل السلطه، احنا امبارح يا استاذ شريف فضلنا بنعمل لهم حلقات حلوه جدا، بشكرك عليها الاول. مقبل ده حلو جدا، التيست بتاع الطبق ده رائع فوق ما تتخيلوا، يعني رائع بمعنى رائع. حلو طعما، شكلا، الوانا، كلها حلوة بصراحة وتجنن.